احنا خدنا او استفدنا من الحزم اللي كان بيقدمها صندوق النقد الدولي في بخصوص حزم المساعدة اللي بدأت تروح لدول كتير في العالم مع بداية جائحة او وباء الكورونا؟ هل ده قابل للتكرار؟ هل احنا داخلين في حزم جديدة معاهم؟ أنا عايزة أقول إنه طبعاً في أي يعني مؤسسة مهم بالنسبة لها جداً تاريخ الدولة، مش بس لكن في تنفيذ مشروعات. وأعتقد إنه تاريخ جمهورية مصر العربية في صياغة مشروعات تنموية مهمة، إتاحة التمويل لها، تنفيذها ونتائجها بتدي الحقيقة بعد وثقل مختلف تماما لما بتكون جمهورية مصر العربية موجودة على أي طاولة مفاوضات. يعني احنا مؤهلين انه لو في حزم تانية واحتاجناها عندنا الرصيد اللي خلينا ناخدها على طول، ده اللي حضرتك بتقوليه بنظرية الكريدت هيستوري او التاريخ الائتماني. المحك هو التمويلات، وجود التمويلات بصفة عامة. وعشان كده كانت المداخلة من ناحيتي كانت انه لابد على هذه المؤسسات في الابتكار في اتاحه تمويلات مش بالضروره من مجلس ادارتهم، ولكن بالشراكه مع ما بينهم وبين بعض او مع جهات اخرى. ده اللي بنسميه في الوقت الراهن والعالم كله بيتكلم عليه فكره البلندد فاينانس او التمويل المختلط. دكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معانا. كان من المهم برضو زي ما بقول لحضراتكم ان المساله دلوقتي في العالم كله ازاي يقدر النشاط الاقتصادي يستمر او ينمو او يحاول. مكنه كبيره جدا بتحاول تتحرك مره تانية بعد ما وقفت، فده بيحتاج مجهود كبير جدا على مستوى العالم كله وعلى مستوى كل دوله.